عسليمة شنو لكم مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نعمل معكم كفتة تونسية اليوم الكفتة باش نعملها بالتون من أبن أنواع الكفتة اللي تنجموا تجربوها جي ياسر ياسر بنينة وسهلة على الأخر يلا توا خلينا نشوفوهم بعضنا الطريقة لهنا أنا خديت أربع كعبات بطاطا قصيتهم وحطيتهم يتصمتوا لازمهم يتيبوا بالباهي باش من بعد نخدمو بيهم الكفتة بالنسبة لكمية تنجموا تزيدوا وتنقصوا بالطبيعة انتم كيف ما تحبوا هذه لهنا البطاطا بعد سقطرتها أو توا باش نرفسها وضروري راهو ترفسوها وهي سخونة بشكيكة تسهل عليكم عملية الرفسين وفي المرحلة هذه باش نضيف المعدنوس لهنا البطاطا مازالت ما ترفستش بالبي باش نضيف المعدنوس ونكمل معناها نكمل نرفسها مع المعدنوس باش هكاك المعدنوس يذبل شوية بالنسبة لكمية المعدنوس انا على اساس باش نحط ربطة كاملة اما كي حطيت حسيت الكمية برشا دونك هاو كاعينكم حطوا الكمية اللي انتو ما تحبوا عليها لهنا باش نواصل نخلط البطاطا مع المعدنوس بالبي للي كل شيء يدخل في بعضه وبعد باش نضيف البصل انا حطيت البصل الربعي هذيك اما حطيت الجهة البيضة يبان برشا البصل هذيك الكفتة سينو تحطوا أي بصل متوفر عندكم هذي اللي هنا. كمية البصل اللي أنا حطيتها وباش نحط زيد لفاحات هذوما لفاحات اللي باش نفوح بيهم أربع مغرفة صغيرة فلفل أكحل أربع مغرفة صغيرة كركم أربع مغرفة صغيرة تيبلو كروية الملح حسب الرغبة متاعكم نص مغرفة صغيرة نتاع هريسة أنا ما حطيتش هريسة عربي حطيت الهريسة الحكوك هذيك العادية سينو تنجمو تحطوا الهريسة العربي أنا ما يحبوش في الكفتة حطيت الهريسة العادية والحقيقة جيت زيدا ياسر بنينة حطيت زوز طويبة روماج يبنن برشا وباش نخلط تواكل كل شي مع بعضو لي لفحات هذوكم يدخلوا في البطاطا ويدخلوا في المكونات الكل طيب لهنا كملت خلط بالبيتا باش نضيف التون بويسك هي كفته بالطن حطيت حكه نتاع تونه صغيره نحيت لها الزيت نتاعها وحطيتها كفته الطن تجي ياسر ياسر بنينه جربوها وبقدرة ربي تعجبكم برشا سينو اذا كان ما تحبوش التون تنجموا تعوضوا التون باللحم مفروم ولا بالدجاج وحطيت 80 غرام تاع فروماج حطوا الفروماج اللي متوفر عندكم انا عندي كان موتزاريلا حطيت موتزاريلا وضفت لهنا كعبة عظم وباش نضيف زاده الكعبه الثانيه على خاطر انا عارفه اللي باش نستحق كعبتين عظم سينو اهوكا تزيدو بشوي بشوي باش ما ما تجيكمش محلوله واذا كان الكميه ما اكبر اهوكا معناها تنجمو تستحقو اكثر من كعبتين متعظم ظم لهنا حطيت المغرفه على جنب ولازم راهو نخلط بيدي باش كل شيء يدخل في بعضه وتتخلط بالباهي توا باش نضيف الشابلور انا حطيت اربع مغارف كبار وانتم حطوا زيادة حسب الميلونج نتاعكم وضروري راهو تحطوا الشابلور باش الكفته تجيكم متماسكه الشابلور هذيك اللي باش يمص السوائل والكفته تجي بنينه وما تجيش ياسر محلوله هذه القوام اللي لازمنا نتحصلوا عليه توا باش نتعدى نشكل الكفته نتاعي اخذيت لهنا صحن حطيت فيه الفرينه باش نبدا نشكل انا اليوم حبيت نعمل الكفته نتاعي تبدا من الحجم الكبيرة تحبوا تعملوها صغيره كبيره هكاك على كيفكم أخذيت شويه من الميلونج نتاع الكفته كورتو بالطريقه الواضحه قدامكم سمحتو ومن بعد حطيتو في الصحن اللي فيه الفرينه وباش نواصل نعملهم الكولوم هكيكه بنفس الطريقه انا بويسك فيديو باش نعملهم الكولوم هكيكه ومن بعد باش نتعدى نقليهم أمرهم المستحسن الكعبه اللي تلفوها في الفرينه ديريك تقليوها أه سينو خاطر من بعد الكفته تشرب الفرينه وتنجم تتفتفت لكم هاكا آه ردوا بالكم وباش نوصل انا نعملهم الكلهم هكاك بنفس الطريقه للي توفى الكميه الكل وراو ضروري تلفوها في الفارينه ما تنجموش تقليوها دي ريكت سينو فما طريقه اخرى زيد الكفته تجي ياسر بنينه تلفوها هكا في الفارينه ومن بعد تغطسوها في العظم ومن بعد زيد تلفوها في الشابلور تجي بنينه برشا شاركتها معاكم قبل تجي هكا تتقرمش وبن على بن وهذه لهنا الكميه اللي تحصلت عليها تو باش نتعدى للقليان حطيت ديجا لهنا في المرحله هذه الزيت يسخن لازم تقليوها على زيت يبدا ماهوش سخون برشا او ماهوش بارد يبدا هكا متوسط بعد لا تحطوها باش تقليد تخليوها تشدلوها هكا شويه ومن بعد ترجعوها معناها تقليوها على جنب الاخر هكا تقعدوا تقلبوا فيها اللي على لون هكا مزيان بالنسبه ليا انا الكفته نحبها محمره بالبيه وانتم هاوكا طيبوها على كيفكم تحبوها حمره بالبيه تحبوها ناقصه هكا كل واحد يعمل حسب ما يحب هو ويشتهي كما كيما تشوفتوا كي تبدا راي مازلت معناها يعني مش شاده روحها ما تقلبوها سينو راهو لهنا هذه اللون اللي انا نحب عليه وحتى الاحمر من هكا تجي ياسر محلاها الكعبات اللي يتيبو اه كان هزهم نحطهم في السقطار باش يتسقطرو من الزيت انا الحقيقه لو نسقطرهم هكا ما فوق بابي اسبيتو على خاطر نحسها تجيني هكا منفخه بالعكس بالزيت كي معناها كي نحطها فوق ليسبيتو وما تقعدش تتقرمش نسقطرها هكا في عقلة في السقطار هكا خير وكل واحد زادة كيفاش ريتو كيفاش الكعبات يبداو هكا محمرين حاسيلو جيت بنا على بنة ما شاء الله ان شاء الله يا ربي اجرب وبقدرة ربي تعجبكم على الاخر كيما شفتوا سهلة مهلة والبنة اكيد مضمونة انا عملت معها صوص تومات وهيك مع سلاطة اجي فطور وهذا ما حبيت نوريهم لكم لهنا من قريب ما ديم فما ذو آه شوفوا كيفيش تبارك الله يسر بنينا اتشاهي تهبل باش نكمل نقليهم الكل ومن بعد نوريهم لكم في صحن التقديم ولهنا هذه الكفتة متاعي آه بعد لا تسقطرت بالبيه باش نحطها هكا في صحن التقديم وباش نقسم كعبه نوريها لكم قد ما نقول لكم راهي جيت بنينه وشويه ما عليكم كان تجربوها وبقدرة ربي تعجبكم برشا وهذه الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم نستنى تشجيعاتكم وتعليقاتكم تحت الفيديو وهذه الكعيبه اللي قصيتها باش نوريها لكم ما شاء الله بن على بن عاودت جديده انا وين نسجل في الفيديو وتوا يلا انقلكم لكم بسلامه وان شاء الله يا ربي نتقابلوا فيديو اخر على قريب